التكنولوجي وكده. وفي نفس الوقت كان عاجبني موضوع الجينات والوراثه وكده. فمجرد ما انا خلصت لقيت ان في علم جديد في كليه الزراعه بدا او شعبه جديده اسمها الهندسه الوراثيه. كانت موجوده دي على مستوى الجمهوريه كلها غير في جامعه الزقازيق في الوقت ده. فلما دخلت الحقيقه كان يعني تعلمت حاجات كتيره قوي في كل العلوم البيولوجيه، يعني الزراعه بذاتها انها بتعلمك كل حاجه، نبات وحيوان وبكتيريا وفيروس وحاجات كتيره قوي. كل الكلام ده ما خلانيش ابعد عن حبي للكمبيوتر والحاسب الالي، وما كنتش عارف اربط ما بين الحاسب الالي والكمبيوتر والعلوم. لغايه بعد ما اتخرجت لقيت ان في مشاريع ابتدت تيجي على مستوى العالم، مشاريع كبرى لو سمعتوا عنها زي مشاريع الجينوم البشري وغيرها. كان الناس ديت طلعت كميه ضخمه جدا من المعلومات لهذه المشاريع اللي ما كانش ينفع التعامل معاها بالطرق التقليديه او بالطريقه الاساليب التقليديه معاها. فكان لازم يدمجوا الكمبيوتر او الحاسب الالي وعلومه مع العلوم البيولوجيه عشان يبداوا ان هم يعالجوا هذه الداتا الضخمه. هنا لقيت اللي انا عايزه، قلت بس العلم الجديد ده اللي اسمه بايوانفورماتكس انا عايز اخش فيه وبقوه. لما ابتديت خلصت اول ما خلصت الماجستير سنه 2000 ابتديت ان انا افكر في دكتوراه في المجال الجديد ده اللي هو بيربط ما بين البيولوجي وما بين الحاسب. في الوقت ده كان كل اللي اعرفه بما فيهم مشرفيني واساتذتي ما حدش عارف العلم ده بيتكلم فيه او بيعمل ايه، هو انت عايز توصل لايه؟ انت عايز كمبيوتر؟ خد دورات كمبيوتر. عايز تشتغل معانا في الزراعه والحاجات دي اشتغل، انما ايه اللي جاب انت بتاع الكمبيوتر ليه بتاع الزراعه؟ الفكره رميتها في دماغي لغايه ما جات لي المنحه، حاولت حتى اقدم هنا في منح عشان اسافر المانيا او كده في دلوقتي على الجامعات، وكان لسه في منح موجوده في المجال ده واماكن قليله في العالم اللي شغاله فيها. جاي نفس الرد اللي قلت لكم عليه. انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز كمبيوتر؟ روح خد دورات. انت عايز بيولوجي؟ اشتغل معاه. ايه اللي جاب دي لدي؟ فبرضه ما يئستش. قدمت وجبت شهاده تويفل وشهاده الامتياز الحاسب الحاجات، ورحت للعميد قلت له انا عايز منحه اسافر اخد دكتوراه من خلال. المهم ما جاتش فرصه في الكلام وانا خريج جامعه ماجيل، خريج جامعه زي كان اشراف مشترك، وقلت لهم انا عايز اشتغل في المجال ده، سافرت بره وكده. وبالفعل اشتغلت اخدت دكتوراه من الخارج في كندا من جامعه ماجيل كاشراف مشترك، وكان ربع رساله او تلت رساله عشان ما يحصلليش مشكله كانت في المجال الجديد اللي هو البايوانفورماتكس. رجعت في 2005 بعد رساله كانت الناس مبهوره بالنتائج بتاع التحليلات، ان هو ازاي عملت دمج ما بين التكنيكات والبرامج الحديثه دي في تحليل البيانات البيولوجيه وطلعت الافكار والنتائج جديده. ده كانت رسالة تعتبر ريفوليوشنري في مجال الزراعة، يعني إن أنت تستخدم حاجة جديدة زي الحاسب الآلي وتكنيكاته وتبدأ تفسر بيها نتائج بيولوجية وهكذا. بعديها بسنة أو سنتين وجدت إن المجال أنا برضه بتكلم مع الناس محدش عايز يسمعني أو يفهم أنا بتكلم فيه. في 2006 وفي 2007 وجات لي فرصه ان انا اشتغل من ضمن الهيئه الاستشاريه لوزاره التعليم العالي. بالتالي كان لازم ان انا البس بدله وكرافته وان انا اروح بقى الوزاره كل يوم ثلاث ايام، وانا كنت لسه واخد دكتوراه يعني صغير لسه شاب، وطبعا كنت محتاج ان انا يعني ماديا كده الواحد ممكن يستفيد في الوزاره احسن من مكان في فالكل كان يقول لي حتى رئيس الجامعه يقول لي روح يا ابني دي فرصه كويسه تشتغل مستشار وزير، روح اشتغل هناك والكلام من دوت واحنا نعمل لك امتداد وكده وسيبك من البحث العلمي بقى يعني اقعد معانا كل ما تبقى فاضي.
لكن ده ما استنيش على الحلم بتاعي اللي هو هذا العلم الجديد اللي عايزين ننشره اللي هو علم المعلومات الحيويه او بايوانفورماتكس اللي بيربط ما بين العلوم البيولوجيه الحديثه كلها وبين الحاسب الالي وازاي ان انا افسر النتائج واطلع بنتائج جديده وده كله كان لسه في ذهني. في 2007 اول فرصه جات لي عشان امشي واروح اكمل الحلم ده واسافر سافرت على طول على فنلندا مع البيوتكنولوجي في هلسنكي واشتغلت بوست دكتور هناك فتره في 2007 في 2008 واتعلمت لقيت الحاجات دي اللي انا بحلم بيه بيعملوه بالظبط. بيخشوا بيحللوا النتائج بتاعت الجينوم بيخشوا بيتعرفوا على حاجات كتير عن طريق الكمبيوتر وكان حظي اني كنت قاعد في الاوضه مع واحد او طفل نعمل يعني مع واحد من اكبر الاسماء اللي بيعملوا برامج في اللي بيربط ما بين الاثنين. راجل بيولوجيست بس عنده خبره في البرمجه وعامل برامج مشهوره باسمه معروفه عالميا. والشركات في العالم بتجي وراه. هو شاب من اوكرانيا وعايش في فنلندا وكان قد في السن وقاعد معايا ولقيته نفس الافكار اللي عنده بس هو بيشتغل واشتغل وعمل شغل كويس جدا. فابتديت انا كصديق بقى اشوفه اتعلم منه واعرف منه الحاجات وهكذا. ده برضه لم يثنيني عن هذا الحلم ان انا انشره في مصر. 2008 حاولت رجعت عرضت الفكره على رئيس الجامعه وعلى الناس يا جماعه عايزين نخش نعمل سنتر بايوتكنولوجي حتى لو ما فيش فلوس احنا كنا محتاجين مجموعه اجهزه كمبيوتر والمعامل اللي موجوده ممكن نستغلها ونربط ما بين البيولوجي وما بين الكمبيوتر ساينس في علم جديد اسمه البايوانفورماتكس. وهذا العلم موجود في العالم وعايزين نبدا بيه نشتغل فيه. ما زال الربط والرفض على اشده لدرجه ان في الوقت المناسب العميد قال انت تمشي من الكليه خالص. يعني رجعت دماغنا كتير. فالكلام انت بتقوله ده ما ترجعش دماغنا بيه تاني. في الوقت ده جالي كده اتقبلت في منحه الفولبرايت اللي هي كنت من ضمن 8 عنصر جمهوريه اللي اتقبلوا منحه الفولبرايت دي منحه امريكيه فيري برستيجيوس بيختاروا الناس اللي عندهم مشاريع بحثيه كويسه ويسافروهم بره يعملوها في امريكا. في الوقت ده وانا طالع من مصر كنت طالع قال مش عايز يعني اعتقد ان انا لو جبت الطياره هركبها وان واي. وان واي مش هجيب ريتيرن تيكت. ففي الحاله دي فعلا كنت ماشي وانا محبط تماما. الكلام ده كان طبعا قبل الثوره. فكنت ماشي في ذهني ان انا رايح مش راجع. بالذات ان انا كنت شغال في مكان عالميا كبير جدا. اكبر اماكن في امريكا. وكان صعب ان اي حد يشتغل فيه. مكان حكومي وكان متخصص في الشغل اللي انا نفسي اشتغل فيه. وبالفعل سافرت وبالفعل بعديها بفتره عائلتي جت بالفعل اقمت والناس استقرت وخلاص. لكن وانا هناك تعرضت لحادثه يعني كنت بحب اركب عجل تعرضت لحادثه ودخلت المستشفى. وانا في المستشفى كنت لوحدي حسيت قيمه الوطن. يعني انت بعمل اشتغل في امريكا برمي في امريكا واخد سمعه كويسه باخد فلوس كويسه ولادي في المدارس وهناك كله بالمجان مفيش مشكله. ولكن وانا هناك في المستشفى مفيش اخ جنبي مفيش صاحب جنبي كل واحد مشغول كل واحد في دنيته الخاصه كل واحد عنده شغل يوم لو حد سال عليك بموبايل يبقى كويس. ساعتها فكرت قلت مفيش حاجه تغني عن انك تبني في بلدك ومفيش حاجه تتعوض ان الواحد ما
يبقى جنب اهله في بلده بيبني حتى لو عانى وتعب شويه، لان لازم نشتري تذكره العوده المصريه. بس لقيت فرصه مناسبه. جت الثوره بتاعه 2011 وانا في امريكا، كنت سعيد جدا لان في كنت سعيد ان في حاجه اتغيرت، ان مش هرجع تاني على نفس الراجل اللي مشاني. وانا طبعا كان بعتوا لي جواب رفض خلاص وطلعوني من الجامعه، فكنت خلاص راجع ان انا يعني خلاص اقيم هناك. لكن بمجرد ما انا لقيت الفرصه اني ممكن ارجع، كان اول حاجه عملتها ان انا بعت اولادي او ابناتي في طياره، في اول طياره، على الرغم من معارضتهم الشديده وخليتهم يسيبوا المدارس هناك وكل حاجه، انتوا هترجعوا مصر وهترجعوا مصر قبل. فعلا قبل ما ارجع بشهر كنت مرجعهم مصر على الرغم من الاعتراض الشديد، وانا بعديها بشهر خلصت كل ما لي هناك ورجعت مصر. اول ما دخلت على الكليه وعميل الكليه كان الرد او اساتذتي كان الرد انت ايه اللي جابك؟ انت جاي في امريكا ايه اللي جابك؟ قلت لهم يا جماعه سمعت في ثوره وحاجات حلوه والناس عايز يبني وعايز يعمل ممكن بقى، يعني كل الناس اللي عندها افكار زي كده ابتدت ترجع. انا جيت عشان اعمل حاجه، انا سمعت في التلفزيون والناس بقى مصر خلاص في مصر جديده وهنعمل وهنبني وهنعمر وكده. وانا عندي فكره كان نفسي اعملها من زمان، فالفرصه بقى دلوقتي. فيبني البلد زي ما انت شايف، مفيش فلات، في فلات قبل مفيش حد اصلا قاعد في مكتبنا. انت جاي تقعد مع مين يعني؟ يعني انت في حد جاي من امريكا جاي دلوقتي؟ ده الناس بتهرب دلوقتي، الناس بتمشي، الكلام ده بعد الثوره بسنه 2011. فقلت لهم طيب ابدا، ما انا مش عايز ارجع تاني. انا بقى اخدت الوان واي تيكت لمصر. مش عايز ارجع تاني امريكا. انا هحاول احارب لغايه ما الفكره بتاعتي تبقى موجوده. يا لا اللي هي يا تتعمل يا موت وانا بحاول. انما لو هموت يبقى موت في بلدي. ولو عشان على الاقل حد يدعي لي او يقف على امر من غير فتح. فقالوا لي طيب انت عايز تعمل ايه؟ قلت لهم انا عايز اعمل حاجه بسيطه خالص. انا عايز اعمل مركز او ويب سايت اجمع الناس اللي شغالين في البيولوجي وادمج فيها علم الانفورماتكس، او اعمل حاجه اسمها بايوانفورماتكس. وانا متاكد ان الاقي هلاقي ناس كتير جدا هيستجيبوا في مصر في ظل الثوره والمشاكل والحاجات اللي موجوده في مصر. فعملت ويب سايت، قلت الويب سايت دوت هو لو سمحتوا يا جماعه للناس المهتمه بالعلم ده يخشوا ويكلموني ونعمل مع بعض شبكه وهكذا. محدش رد عليا ولا حد عبرني، الناس كلها مشغوله. فبس يا جماعه فين الناس؟ فين الناس؟ فين العلماء؟ فين الباحثين؟ فين راحوا فين في مصر؟ الدكاتره؟ قضايا التدريس وهكذا. ففوجئت لقيت ان الناس كلها في 2011 على الفيسبوك. الناس كلها سابت المواقع العلميه والحاجات دي كلها وقاعده على الفيسبوك. بتعمل ايه على الفيسبوك؟ بتتابع اخبار الثوره، بيشتغلوا في بعض، بيتخانقوا مع بعض، بيناقشوا مشاكل البلد وهكذا، وسايبين العلم والحاجات دي كلها. فقلت طب اوصل للناس ازاي؟ مفيش غير ان انا اخش انا كمان على الفيسبوك. وعملت بالفعل شبكه على الفيسبوك، ممكن هتشوفوها في سلايدز ثانيه. وهذه الشبكه بتربط او بتحاول انها تجيب كل الناس الموجوده في هذا المجال. لما عملت هذه الشبكه، الشبكه دي او يعني هذه الصفحه لقيت في ناس كتير 100 200 300 ابتدوا يكلموني، احنا مهتمين بالبايوانفورماتيك ده، عايزين نشتغل معاك في الجامعه كذا. ناس من كليات طب، ناس من كليات صيدله، ناس من كليات هندسه، وناس من مهندس كتير. المهم ان انا لقيت ان في اهتمام غير عادي. بدات ب 50 60 70 لغايه ما وصلت النهارده لغايه 3000 واحد على مستوى الجمهوريه، والالاف بيزيدوا كل يوم كل يوم. لغايه ما انا فوجئت لقيت ان في اعداد كبيره جدا يعني عايزه تندمج معايا.
رحت لمجلس الكليه قلت له انا عايز اعمل هذه الشبكه شبكه رسميه في 11/11/2011، اديتها رقم تاريخ مميز عشان الناس تفتكره. بعديها بسنه في 11/12/2012 قلت لا احنا هنعمل الشبكه دي هتبقى مركز. بعد كده في 2013 بس مش 13 2013 قلنا نعمل سنتر ومركز، وابتديت تلاقي ناس كتير ابتدت تتوافد وهكذا. لقيت كليات الهندسه، كليات صيدله، كليات طب، كليات حاسبات ومعلومات، واحنا عايزين نتعاون معاك. وابتدوا يدخلوا الكورسات بتاعت البايوانفورماتكس دي في المناهج، وابتدوا يطلبوني اشرف على رسائل في الهندسه، وفي طلعت رسائل دكتوراه وماجستير، وفي كليات الحاسبات والمعلومات قلت تعالى درس، وانا استاذ في كليه الزراعه وبدرس في حاسبات ومعلومات، ومدرس الكورس ده هتدخله، وعايزين ناس، وجامعات خاصه تبعت، جامعات زويل السنه دي بعتلي انا عايزين ندخله في جامعه زويل، وتعالى نبعت لك طلبه اتعلمه، وهكذا. ولقيت الدنيا مره واحده ابتدت تنفتح، وابتدى الناس تفكر ازاي هذا العلم الكبير ازاي ممكن نستغله وبشكل كبير. وابتديت نعمل سنتر لما قالوا لي تعالى نعمل معانا في جامعه زويل او في جامعه ستاكتورن علوم التكنولوجيا او غيرها. جامعه الزقازيق كان هو هدفي ان انا اعمل في جامعه الزقازيق. وابتدينا ان احنا نعمل هذا الهدف. كان هدفي ان انا عايز في جامعتي في كليتي في مكاني اعمل، مش كل حاجه تبقى في القاهره، مش كل حاجه تبقى في اسكندريه، مش كل حاجه. الهدف ان انا في جامعه الزقازيق اوصل واعمل حاجه والناس تيجي تبقى قرده للناس انها تيجي تزور وانها تشوف المكان ده ايه. وبالفعل عملت وحده تدريب، وبالفعل ابتدى الناس في العالم تسمع بينا. والسنه دي كانت اول سنه نشترك في دوره دوليه، اختاروني من ضمن 6 أو 7 مدربين على مستوى العالم عشان يعملوا 34 على مستوى 36 دوله نعمل تدريب للبايو انفورماتكس على مستوى العالم. وكنت انا من ضمن المدربين 6 أو 7 اللي بيعملوا هذا التدريب على مستوى العالم والتواصل عن طريق الانترنت. فمن هنا هذه الرحله الطويله بدأناها في خلال 20 سنه لغايه 2016، وصلت الحمد لله للفكره اللي انا كنت عايز اعملها. النهارده انا استاذ في جامعه الزقازيق، لينا عملت مكان ليه سمعه عالميه موجوده. لو دخلتوا على الشبكه العالميه وكتبتوا الوحده بتاعت جامعه الزقازيق هتلاقي من ضمن هي الوحده الوحيده على مستوى الجمهوريه، وهي وحده من الوحدات المعروفه على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم، وابتدوا الناس تتعرف عليه. هو رحله حلم ورحله فكره بسيطه، طلعت من ولا بعيد لغايه ما وصلت لغايه بيت استاذ الوحده بقت على الارض. لكن في النهايه هي ممكن فكرتك تبقى غريبه، ممكن فكرتك تبقى جديده، ممكن فكرتك تبقى مش متالف عليها، ممكن توصل لغايه ان يمشوك بره البلد ويخلوك تمشي. لكن طول ما الحلم في ذهنك وطول ما انت عايز توصل، حتى لو بعد ايه زي حاجه الوقت المناسب، وهتقدر توصل للناس اللي ليهم نفس المنتاليتي عشان خاطر تبداوا تبنوا مع بعض وتعملوا النتوركينج اللي هو الخاص. انا شكرا على حسن استماعكم واتمنى تكونوا في